متابعينا الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لقاؤنا يتجدد من هنا من قناة أشواق تيفي الإلكترونية في لقاء خاص مع الداعية رضوان بن عبد السلام، أو الداعية رضوان زرغل. سيدي رضوان، مرحبا بك الحبيب. مرحبا، فرصة سعيدة هذه، والله يحفظك ويبارك فيك ويسر لك ربي الأمور. وهذه فرصة أنني باش نقول للناس وشر مبروكة، والله يجعل هذا الشهر هذا يكون شهر خير وبركة ومغفرة وتوبة، والناس إن شاء الله يغتنموا هذا الأجر هذا بالتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والبعد عن المعاصي والمنكرات. هذا مكان جزيلاً على تلبية الدعوة، هذا واجب. شكرا لكم كذلك على الدعوة، الله يحفظك ويبارك فيك. نبدأ معك السيد رضوان، قربنا منك أكثر وقربنا من كلامنا أكثر. رضوان بن عبد السلام، رضوان بن عبد السلام من مواليد مدينة تطوان، ولدت فيها وأقطن فيها الآن، متزوج، عندي 3 وليدات، 2 بنات وولد صغير، وهذا مكان. تبارك الله عليك. سيدي رضوان، شنو هما البرامج اللي قدمت في هذا الشهر الفاضل، وخاصة مع أننا شفنا وجدت واحد المكتبة تبارك الله، اللهم هو نعم. هو في الحقيقة كان كاين في, 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 في النية أنهم باش يكونوا برامج أو دروس، لكن انصرفت لطارئ، يعني هو أنني كلفت بمراقبات والوقوف على الأعمال الخيرية ديال المؤسسة اللي أنا عضو معهم، مؤسسة مشروع الحياة للأعمال الخيرية، وهذا شغلني جدا أنني كان قايل نهار كامل ما عنديش الوقت، يعني في الصباح حتى الليل الوقوف، آمين، الوقوف على هذه الأعمال هذه والمراقبة وديك الشيء كيحتاج إلى جهد جاهد. وهو كذلك هذا من تا هو من الدين، النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك في رمضان، كان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم من كثرة الإنفاق والتصدق والجود والكرم. فهذا رمضان هذا انشغلنا بهذه الأمور، وأنا أرى أن هذه واجبة، يعني هذا الأمور هذه واجبة علينا أن نقدم للناس يد المساعدة، وخصوصا في هذا الشهر العظيم اللي فيه الناس محتاجين أنهم يحسوا بالأخوة والتضامن في المجتمع ديالنا. تبارك الله عليك. آخر ضجة اللي نادت على الشيخ رضوان كانت ضجة التهليل اللي ربما ناقشتها في مدينة شفشاوي. نعم، أنا كنت في مدينة شفشاوي وتفاجأت بأن قبل الفجر بساعة أو أقل أو أكثر بواحد الصوت مزعج جدا، لا من ناحية الصوت ولا من ناحية الأجهزة الصوتية، تعمل ناحية المضمون ما كاينش تما، يعني واحد يردد كلاما لا يفهمه. واش كعرف قصة مرة فرعون مرة كذا وهذه، المهم صدعنا ضلوع مع فرعون في الأربعة الصباح أو ثلاثة أو ما نعرف شنو. قلت لهم بأن هذا ليس من الدين، وهو من إزعاج الناس، وهو من يعني إذاية الناس. الإسلام جاء لإماطة الأذى عن الطريق، دين يوسف. نعم، وخصوصا أن التهليل ليس من الإسلام، لا من قريب ولا من بعيد، هذه من نقطة التهليل. متى شي واحد ما يقدر يدعي أن التهليل من الإسلام، ومن اللي تكلمت أنا تم متى واحد ما رد علي، ردوا على الحماق وكذا، يهضروا لي على خنافري وعلى عيني وعلى رضوان راكب كلف دبي، أجي حضيني فيك ناكل أنا. حنا نهضروا على التهليل من التهليل من ناحية شرعية، يعني إذا غادي رد علي رد علي، قل لي لا التهليل شرعا وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قالوا والحديث والدلائل، ولا أنا هضرت له على التهليل يقول لك كيف دبي يتعشى الحماق. هذا الحماق ما اللي نقدروا نقولوا أن الشيخ رضوان ضد هذا الفجر؟ لا، هذا شعائر الإسلام، لا، ولكن أنا ما بقولش هذاك الشيء. هذاك التهليل وحتى الأذان، يعني حتى الأذان صوت مزعج، صوت سيء من الأجهزة، وأنتم الجامع ما قادرينش تشريو لا اللومبلي والميكروفون مزيان والبوق، ولا تسمع السهرة كيغنيو مزيان في الحومة وما يجي الأذان، هذه واقع. هذا الدي جي كتسمع الصوت صافي، راه الدار تشوف بعيدة وكتسمع الصوت شي عرس أو كذا، ولكن ملي كتجي الجوامع ديالنا وكاين جامع، وهذه حقيقة تقال، جامع مبنية بمليار، ولكن ملي كيجيو الميكروفون ديال الحماق مشري بالسيطة، علاش ما كيعطيوش أهمية لهذ المسألة؟ لأن المسؤول شخص في غير محله، المسؤول على المسجد، إذا كاين شي قبص شي زواق شي حاجة الحرام شي حاجة المنكر، هذا منكر، زخرفة المساجد من المنكرات اللي كاينة ومن المحرمات ومن المخالفات في الشرع، زخرفة المساجد والزواق هذه ينهى عليها الإسلام، هما يقيوها
والزرابي يكونوا مزيانين جوده مزيانه والصوت الجوده مزيانه والمراحيض مزيان ما يقيهمش. الزرابي حارشين، الطواليطات ضيقين وماشي من نظاف وما كاينش اللي قابلهم. حاجه اخرى وزيد عليها الصوتيات كذلك، البيفاند هذوك اللي كيبيعوا كزيمه والدواد بكزيمه وبومشاش في الاسواق، علاش ما يكونش البيفان واللومبلي والميكروفون والسلوكه واي حاجه يكون جوده عاليه والاذان يكون الصوت ديالو مزيان اللي غيأذن؟ ما صوتك ديال المعاز بعد سير للتيسع، واش فهمتي؟ ما عندك شي حق تأذن صح. الآدم الرسول صلى الله عليه وسلم عطاه لبلال قال له علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا، يعني عنده الصوت مزيان. وكاين حنا عندنا بنادم 80 عام وكيأذن كيبدا الآذان على وضوء في النص الآذان كيمشي له الوضوء، علاش؟ ما عندوش السفل وكيعطي لاطاك كيزيد في الآذان. فهذا مسألة عادية، الناس ما بغاوش يسمعوا يضربوا راسهم مع الحيط. هذا الكلام ديال الحق، حتى اللي خرج يرد يرد بالدلائل، يقول لا واخا يكون الصوت مزعج والاجهزه يجوز وكذا، ماشي يرد هضر لي على فين انا وفين كنمشي واش كنلبس. من بين الردود اللي قالوا قال لك السيدي الشيخ رضوان ضد الاسلام او لا ضد الاسلام ديالنا وضد التاريخ والثقافه ديالنا. والثقافه ماشي هي الاسلام والتاريخ ولا التقاليد والعادات، الدين لا، الدين هو قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كاين حتى شي عالم في الدنيا قال بان التهليل من الاسلام ابدا. التهليل او لا قال ديك اصبح ولله الحمد وبفضله، هذاك الشيء اللي كيقولوا الحومه في الله هذا الاذان كاين واحد اللي جا به الرسول صلى الله عليه وسلم اللي علمونا واللي في الاسلام. اما اللي زادوه الحومه قال لا، هذه الزياده هما زادوها جبروا السايبه، ما كاينش اللي يقول لهم اش كتعملوا. ولكن حنا لا، انا نقول لهم هذه الزياده الحومه. اما الاسلام الاذان واحد، واش انت الاذان في السعوديه ما كيأذنوا في مكه وفضله وكاينه؟ ما كاينش الحومه قالنا احنا في هالشيء هذا. وشنو زعما الاذان الناس ما كيعرفوش شي وصلنا لا حنايا؟ هذا اكتشاف خطير اكتشفنا احنا. الاذان كاين واحد اللي اعتقد هذيك كاينه غير في الشمال، هذوك فين ما بغات. حنا اللي في الاسلام نقولوه، اللي زايد نقولوا زايد. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.